التعاون جنوب جنوب، ولا سيما في قطاعات اللي هي جد مهمه كاللجوء الى الطاقه، كالسلم الغذائي، ك يعني تطوير البشري ديال الانسان. وهاد المحاور كلها جد مهمه. المغرب عنده فيه تجارب ومشاريع ضخمه لا في الطاقه المتجدده اللي خصنا نطوروها ايضا في البلدان الجنوب، ولا في السياسه ديال المياه او السياسه ديال الفلاحه. وغادي تكون فرصه ولا سيما مع هاد المشاركين من جميع البلدان ولا سيما من افريقيا، باش ندعموا هاد العلاقات التعاون ونشوفوا السبل باش ننجحوا ايضا المؤتمر ديال الكوب 22 اللي غادي نعقد ان شاء الله في مراكش، واللي غادي يكون حتى هو عنده يعني محور مهم كيفاش نعملوا على ارض الواقع باش ننزلوا بالتوصيات اللي خرجت في الاتفاقيه ديال باريس، ونعطيوها ارضيه واقعيه ببرامج او كيفاش نطوروا الوسائل ديال التمويل هذه المشاريع اللي خصها تعمل باش نوصلوا الطاقه والكهرباء لاكثر عدد ممكن في البلدان الجنوب ولا سيما في بلدان افريقيا.